وحول احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد سامح، وأيضا ينضم إليه الضيف الكريم السيد خالد سعيد محافظ الشرقية. وبالتأكيد أحمد نريد أن يعني نتابع معك هذه الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، أهم ما يميزها هذا العام. اهلا نوها، بالفعل نتواجد بمحافظة الشرقية حيث اليوم هو يوم الذكرى العيد القومي لمحافظة الشرقية، وفي اطار الاحتفالات قام المحافظ اللواء خالد السعيد بافتتاح عدد من المدارس لاستعدادات العام الدراسي الجديد، والمزيد من التفاصيل ينضم الينا سيادة المحافظ. سيادة المحافظ في البداية كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، واحنا بنرحب بقناتك المحترمة هنا على ارض محافظة الشرقية، واسمح لي في البداية ان انا ببعث بتهنئة رقيقة الى كل اهل الشرقية بالكامل بمناسبة العيد القومي للمحافظة، واهلا بحضرتك للمرة الثانية موجود معانا. في البداية محافظ سيادة المحافظ حدثنا اكثر عن المدارس التي تم افتتاحها استعدادا للعام الدراسي الجديد. وفي الحقيقة طبعا احنا بدأنا فعلا العيد القومي للمحافظة الشرقية من يوم الخميس الماضي اول امس بافتتاحات بعض المشروعات الخدمية والتنموية اللي تعود بالنفع النهاردة على كل اهل الشرقية. احنا يوم الخميس الماضي وزعنا 22 مشروع متناهي الصغر على 32 اسرة، ده النهاردة ده يوفر فرص عمالة النهاردة ويقلل من البطالة اللي موجودة بين شبابنا. يوم الجمعة كان مشرفنا معالي وزير الأواف، افتتحنا قبل صلاة الجمعة 9 مساجد، إن شاء الله الأسبوع القادم هنفتتح 9 آخرين عشان يبقى إجمالي المساجد اللي هتفتتح في العيد القومي لمحافظة الشرقية 18 مسجد، وده عدد إن الحمد لله مش قليل في خطة النهاردة تطوير وإنشاء المساجد. إن شاء الله على نهاية العام ده هيبقوا 30 مسجد، هنضيف لل 18 دول 12 مسجد آخرين ويبقوا 30 مسجد في محافظة الشرقية. النهاردة بدأنا النهاردة إن احنا نفتتح بعض المدارس. عايز أقول لحضرتك بس إن محافظة الشرقية كان قبل كده بيتبنى لها من 40 ل 60 مدرسة، كان في الخطة الاستثمارية بينزل لها 40 مرة 45 مرة 50. السنة دي إن احنا نزل لها في الخطة الاستثمارية 295 مدرسة. الحمد لله رب العالمين احنا انهينا منهم 88 مدرسة وهيخشوا العام الدراسي قبل 24 سبتمبر، منهم الثلاث مدارس اللي احنا تفقدناهم النهاردة. ومن حسن الحظ النهاردة ان المدرستين اللي افتتحناهم احنا في موجودين في مدرسة الوقت اللي هي مدرسة عزبة الدال الاعدادية، دي النهاردة 6 فصول دراسية، كثافة الفصل فيها النهاردة لا يتجاوز 20 طالب. كان قبلها برضو في نفس العزبة النهاردة مدرسة ابتدائية 12 فصل برضو الكثافة لا تزيد عن 25 طالب. يعني من حسن الطالع النهاردة ان المدارس كمان طالت العزب عندنا اللي هي العزب ده كيان اقل من القرية، فاحنا شغالين في خطة انشاء المدارس بشكل كويس جدا وشكل مرضي يعود بالنفع النهاردة على كل اهل الشرقية. برضو عايز اطمن اهلي في اهل الشرقية انه بقية ال 295 مدرسة دول هنتسلمهم تباعا خلال الايام القادمة والشهور القادمة، بحيث النهاردة قبل 30/6/2018 يكونوا دخلوا الخدمة ودخلوا ضمن منظومة التعليم في محافظة الشرقية. برضو انا بهني اهل الشرقية طبعا ان احنا خلال عيد القومي هنفتتح 3 مدارس ياباني، 2 في مدينة العاشر وواحدة في مدينة كفر صقر، وهنضع برضو في العيد القومي حجر اساس ل4 مدارس ياباني، واحدة في مدينة ديارب نجم، واحدة في مركز الزقازيق، واحدة في مركز فاقوس، واحدة في مركز الحسينية. دول هيبقوا اضافة برضو للتعليم. برضو ببشر اهالي ان احنا برضو ان احنا بصدد الانتهاء من مدرسة المتفوقين اللي بتنشأ في مدينة الزقازيق، نسبة التنفيذ فيها وصلت ل70%. ان شاء الله احنا متفقين مع المقاول وماشي بنسب تنفيذ كويسة جدا ان هي هتنتهي 15 نوفمبر القادم، بحيث ان احنا نشغلها في منتصف العام الدراسي. هنسحب ابناء اللي موجودين في مدرسة المتفوقين اللي في اسماعيلية وهنجيبهم عندنا الزقازيق اعتبارا من نص العام القادم ان شاء الله. ده بالنسبة للتربية والتعليم احنا قاطعين فيها شوط كويس جدا، عملنا هيكلة للمدرسين بحيث النهاردة كل مدارسنا بالكامل تمام هتبقى فيها مدرسين، كل التخصصات هتبقى موجودة، في مشروعات خدمية وتنموية أخرى في مجالات أخرى برضو أنا بهني أهل الشرقية بيها وبفرحهم بيها. احنا عندنا 5 محطات مية هنفتتحهم، دول موجودين في 4 مدن، مدينة مشتول السوق، مدينة هيهية، مدينة فاقوس، مدينة أولاد صقر في قرية تل راك بالتحديد، بالإضافة لمأخذ مية في شعفورة ده بيأمن محطة مية الحسينية بمية نظيفة.
برضو في مشروعات اخرى في الكهرباء، بنفتتح 3 موزع، في عندنا 15 محطة رفع صرف صحي، في مشروعات خدمية وتنموية، في طرق كتيرة جدا هنفتتحها برضو. فده يعود ان شاء الله على اهل الشرية بالخير وبالسعادة ان شاء الله، ويزلل لهم حاجات كتيرة جدا. شكرا سيادة المحافظ، كل سنة وحضرتك طيب. انت بألف صحة وسلامة. وهذا كان لقاءنا مع اللواء سيادة المحافظ خالد السعيد، وعودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا جزيلا لك أحمد سامح مراسل أون لايف، وشكر موصول لضيفك الكريم.